مين جاب الورق ده؟ كان البا. الظاهر ان سعادتك كان عندك حق في كل كلمة قلتها. عشان تبقى تاخد بنصيحتي وتسمع كلامي بسرعة يا زين. مشكلتي فعلا يا فندم اني بطيء في السمع والطاعة، وده هيخسرني كتير. يا سيدي اللي تخسره النهاردة بكرة تكسبه. مظبوط، لدرجة اني مش بس هقفل التحقيق، انا بعرض على سعادتك انك تنقل الموضوع كله لأي زميل تاني. تعرف ان انا كنت هعمل كده لو استمريت على عنادك ده؟ تمسكي بالشرف والنزاهة سعادتك بتسميهم علاقات، انما العك والتلفيق وقبول التحريات المغلوطة دول التجاوب والمرونة المطلوبين. انت ايه اللي بتقوله ده؟ اللي بقوله اني برفض اكمل بالاسلوب ده. انا يوم ما اقسمت اليمين على تحقيق العدل كان عهد امام الله ان محدش يجبرني على ارتكاب الظلم والتدليس. انت واعي للي بتقوله ده؟ واعي قوي، وعايز اقدم لك نصيحة. انت كمان الحق اشوف لك ترزم الفريق بتاعك ينجز لك القضية ويطلعها لك زي ما انت عايز تفصيل. انت موقوف عن العمل وبتحول للتحقيق. ما تتعبش نفسك، انتهى خلاص. السيد المستشار المحامي العام لنيابات امن الدولة، تحية طيبة وبعد، أتقدم لسيادتكم بطلب إعفاء وإنهاء خدمتي نظراً لتعرضي لضغوط مهنية شديدة أخشى معها ألا ينضبط ميزان العدل بشفافية ونزاهة وحيدة مطلقة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. ممكن تعمل لي زي يا جدو؟ كيكي حبيبتي معلش جدو مش فاضي دلوقتي. يا جدو كيكي اطلعي عند انا فوق وهي هتعملها لك يا حبيبتي، وخليها تديك الدواء. ها يلا حبيبي. دي مش اول مره اعملها معايا يا باشا. الله، وين حرقه الدم دي ما ترضيش ربنا. ايه يا شيخ، المأمور من ساعه اللي حصل هو مسخن عينه عليك. وين حكايه ناقصه سخونيه. مساء الخير يا مدام. اهلا يا باشا. طيب انا هبعت لكم اتنين حاجه ساقعه عشان تاديك. اتكل على الله. مرضيش مش كده؟ شايفه ايه؟ ولعلمك بقى كل السياسي خد الخيل وتلت ومتلت الا انا بيربيني. ده بيربيني انا يا خساره قميص النوم الاسود. خليهولك بقى. صوتك وقت صوتك. هي حرقه الدم دي مش ناقصاك يا علا. حقك عليا يا اخويا، ده انا هفرحك. المحامي كلمني النهارده الصبح وقال لي خلاص كلها كام يوم. عارف عارف افراج باذن الله، ولسه مكلمني عشان اخرج بقى لولاد الابلسه اللي بره دول. وغلاوتك عندي لعرف لك مين ابن الحرام اللي فقع فينا المعموز ده. لا لا ولا انا عايزك انت بره الفيلم ده خالص. بخاف عليك يا بنت. تخاف على مين يا حبيبي؟ ده انا ولا العربي يعني. اسمعي الكلام يا ولا عربي وقولي تمام. تمام. في حاجة تانية كنت عايز أقولك عليها. عايزك تنسي شغل الصالة ده خالص. فهميني، أنا خارج من هنا على شغل كبير ومش محتاج أي حد يلسن عليا. يلسن على مين يا أخوي؟ ده أنا أرتست أوتيلات فايف وسكس ستار، وزارة السياحة تبصم على كده. اسمعي الكلام يا عولة أمها ولا بقى. حاضر يا أختي. هو في إيه؟ ده أنا جاية أشرفك بوعدها الجديد. خرب بيتك يا محمود الغبرة. زي ما توقعت، جمال تحت ايده اوراق تفضحنا كلنا. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه في نفسه. والله يا فندم انا مش عارف اقول لسعادتك ايه، بس ايه الموضوع ده لازم ينتهي باسرع ما يمكن، والا كلنا هنبقى في خطر. ما حدش بيجيب لنفسه وجع القلب يا باشا. قصدك ايه؟ قصدي ان جمال كان محتاج يطمن مش اكتر. شويتين اللي عملهم دول علشان يحمي نفسه، لكن عمره ما هيفكر لابعد من كده. تفتكر؟ وانت غيرت نوع سجايرك ولا ايه يا علي؟
يعني ساعات وساعات. قول لي علي، جمال كان بيعمل ايه ببيته؟ سعادتك عرفت ازاي انه كان هناك؟ يعني مفيش اي اثر لاوراق او جوازات سفر او اي حاجه تدل عليه. معنى كده ان هو دخل وخده؟ ده لو على فرض انه كان سايبهم هناك اصلا، ويمكن يكون سايبهم لحد بيساعد. اولا جمال بكل المهارات والتدريب اللي حصل عليهم بيعرف يمحي اي اثر تدل عليه. ثانيا جمال مؤهل بكفاءه عاليه على الوان مان شو، يعني مش محتاج مساعده من حد. وثالثا ده الاهم، سعادتك ان اي جوازات تم امداده بيها لا يمكن هيقدر يستخدمها تاني، لانها كلها تم الابلاغ عنها ورصدها بجميع المطارات. معنى كلامك ده بقى ان احنا ننساه خالص ونسيبه يحددنا زي ما هو عايز وبراحته. قلت لسعادتك هو محتاج يطمن وبس. ما تزعلش مني يا رجائي، اصل اللي حصل صعب ان اي حد فينا يصدقه. لما هو صعب يا موسى، سبتوني لوحدي ليه؟ ما وقفتوش جنبي وسندتوني وانتوا شايفين ابني بيضيع من بين ايديا ليه؟ معلش يا اخوي، معلش. انتوا تصدقوا كده على جمال؟ ده انتوا اللي مربيينه. حقك عليا، اصل الحكايه مش سهله وكلام الناس كتير. جمال الظلم يا موسى، هو اصعب الظلم اللي بيجي من الشخص القريب يا عشرة العمر يا صاحبي. هون عليك اخوي. مال فرغالي ما جاش معاك ليه؟ اصله هو فوضنا انا اتكلم معاك في الحكايه دي. حكايه ايه؟ شوف يا رجائي، احنا عشرة عمر، اكلنا عيش وملح مع بعض ما نكرش، وطول عمرنا احنا عايشين مع بعض وبيوتنا مفتوحة وولادنا كلهم اخوات. بس بعد اللي حصل والبوليس رجله داخلة خارجة على البيت، كل سكان العمارة بقت متأزية ومش عاجبها الوضع ده، فطلبوا مني ان انا اتكلم معاك عشان عارفين العلاقة اللي بينا وانك انت ضروري هتفهمني صح. فطلبوا مني انك انت تسيب الشقة وتدور لك على مطرح تاني. الحمد لله. السلام عليكم. في الضيوف عشان حضرتك جوه. مين؟ مش عارف. كيكي تعالي هنا حبيبتي. رئيسة اللواء ما قاعدة بتلعب معايا مكعبات. كيكي تعالي هنا حبيبتي. جد. كيكي تعالي هنا. اطلعي فوق مع انا. اطلعي فوق. انت جاي هنا عايز ايه يا جمال؟ كده برضو يعني؟ يعني هي دي اهلا وسهلا بتاعتك يا باشا؟ عايز ايه يا جمال؟ عايز اعرف عملت لي ايه؟ في ايه؟ في اللي انا هسأله لك دلوقتي. مفيش اسئله ومفيش اجابات لانك انتهيت خلاص يا جمال. وبعدين يا اخي حتى لو معاك اوراق او اديتها لاي حد وعايزه يوصلها لاي جهه، انت عارف كويس قوي ان احنا ايدينا طايله وممكن نقضي على اي حاجه في اولها. طب لما انتوا ايديكوا طايله خايف مني ليه؟ جمال اللي انا عايز اعرفه انا هعرفه، وعلى فكره اعرفه منك انت. انا عايز اعرف وانا اتسجنت ليه؟ عشان قلت لا؟ مين اللي بيقرر؟ مين اللي مدورها؟ لحد امتى اللي انا فيه ده؟ يا خساره يا جمال، كل فرصه بتبقى بين ايديك بتضيعها. مش مشكله بقى خلاص، ما انا بالقانون رايح
فمش هيحصل حاجه بقى لما اخدك معايا. جمال انا عملت اللي وعدت بيه، خرجتك بره القضيه خالص، كلها ساعات وهتعرف. لما انا القضيه ما تفرقش معايا، اللي يفرق معايا اللي انا سالته لك. رد، محدش بيعرف كل حاجه. خلاص يبقى قول لي كل اللي انت تعرفه. صدقني الحقيقه فيها خطر عليك، نصيحه مني ابعد، ما تقرب لهاش برجليك. مالكش فيه، رد عليا وخلاص. ماشي يا جمال، انا ما عنديش كل الاجابات، لكن اديني يومين وهعرف لك كل حاجه. ماشي يا سيدي، انا هديك فرصه يومين، بس لو فكرت تغدر هتشوف مني حاجات مش هتحبها خالص. جمال دي حرب وانت مش قدها. انتوا اللي ابتديتوا الحرب يا ست اللواء، بس انا اللي انهيها. على فكره صحيح، دي كيكي عندها نفس الحساسيه اللي عند سليم ابني بالظبط، دلوقتي هتكح بسبب البرفان اللي انا حاطه. على فكره خبيت الدواء، لو فكرت تبلغ عني مش هقول لك وفيه، ولو فكرت تكلم اي صيدليه فيها ساعه الا ربع عشان تجيلك. هطلع من هنا واكلمك واقول لك مكان الدواء فين. جمال دي طفله صغيره ملهاش اي ذنب. بس ليه ابني كمان ما كانش ليه ذنب؟